انا بالنسبه للايادي، شركه ايادي طبعا شركه بتقوم بالاستثمار في مشروعات متعدده. يمكن المشروع المشهور قوي هو مشروع مدينه دمياط للاساس. مدينه دمياط للاساس مدينه متكامله فيها 331 فدان، مقامه على 331 فدان، فيها 1500 ورشه، وهيبقى فيها اكثر من مجموعة مصانع كبيرة على مساحة لا تقل عن 600 ألف متر. عندنا إن شاء الله مول، وهيبقى أول مرة موجود مجمع تجاري في مصر للأساس، هيعرض كل منتجات دمياط وغير دمياط، هيعرض مش منتجات الأساس بس، كل ما يعني يخص البيت بشكل عام، لأن صناعة الأساس كبيرة، فيها الأخشاب وفيها الأقمشة وفيها ألوان وفيها حاجات كتيرة جداً. ايضا فيها فنادق، ولاول مره مدينة دمياط الحقيقه بتفتقد الى فنادق. عندنا بنحط هذه الفنادق فندقين، علشان عندنا ان شاء الله بنتعشم يكون في معرض دولي سنوي يقام زي المعارض بتقام في اوروبا للاساس. احنا عندنا ان شاء الله في شهر 9 بنعمل معرض لاول مره في مدينه دمياط اسمه فيرنكس. احنا بنتعاون مع مجموعه بتاعه فيرنكس، وهيبقى ده سنوي باذن الله، وهيشهد حضور طيب من بعض المشترين الاجانب، بعض المعارض الكبيره في دول اوروبا، ويمكن عندنا تركيز شويه مع السوق الروسي، وابتدينا نتعاقد معاهم وبنتقابل معاهم. يمكن انتوا بقى كده عندكم السبق في هذا الخبر ان شاء الله. بالنسبه لبقيه مشروعات ايادي، احنا بنقوم حاليا عندنا محفظه جديده عملناها 250 مليون جنيه لتطوير بنسميها ابداع، هي اسمها ابداع، تخص الميديا بشكل عام، الافلام والمسلسلات، وبنهتم جدا بصناعه الديجيتال اللي هي فيها مجموعه كبيره قوي من الشباب، هيبقى لهم يعني هنقدر نساعدهم ونكبر معاهم في البيزنس بتاعتهم. عندنا ايضا محفظه حاليا جديده بنتعامل فيها على مجال الصحه، بنحاول ان احنا يبقى عندنا مجموعه من المستشفيات المتوسطه في مختلف المحافظات في مصر تقدم الخدمه الصحيه بشكل اعلى شويه من اللي موجود وبشكل مؤسسي. بنينا وعملنا مشروع خاص بشغله جنب بيتك، ان شاء الله يبدا في القرى المصريه، هبدا في محافظه الفيوم وهننطلق في الصعيد. الفكره عباره عن فدان هيقام في كل قريه، بيبقى فيه زي مجمع صناعي صغير جدا للصناعات المتناهيه الصغر، ان شاء الله على 2000 يعني بدايه هذا النص الثاني من هذا العام يبدا اول مشروع فيهم. عندنا شركات للتاجير التمويلي وللتمويل المتناهي الصغر عشان تساعد المشروعات بتاعتنا، ما يبقاش احنا ايه جبنا الناس وسبناهم. فبالتالي يعني شركة أيادي بتقدم نموذج جديد في مصر، إنها بتقوم بعملية التسهيل والتيسير في الاستثمار ما بين أيادي ومختلف المستثمرين الموجودين، وبيهمنا بشكل كبير قوي المشروعات اللي هي خاصة بالشباب.